ورسولك وصل على المسلمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا وعافنا وارزقنا وأنت خير الراسخين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مقام كلها. اللهم أيد الإسلام والمسلمين في مقام كلها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في مقام كلها. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأتم وأجل وأكبر. الله يعلم ما تسمعون. أقيموا الصلاة. براہ کرم پہلے اگلی سب کو قبول کرنے کی کوشش کریں اور اپنے موبائل فون بند کریں. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم
الحرائق وما كنا عن الخلق غافلين. الله سميع الله يغفر لمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الله الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة والبركة ونعوذ بك من الشؤون والفلاكس. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ومتقبلا ورزقا واسعا وحلالا وطيبا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنيا وقنا حساب الميزان. اللهم حاسبنا حساب يسيرا. اللهم اجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مقام كل هذا. اللهم أجر الإسلام والمسلمين في مقام كلها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في مقام كلها. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت